بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف الثاني الصناعي أقسام الميكانيكية والتبريد والتكييف والمركبات، أهلا ومرحبا بكم ودرس جديد من دروس مادة الرسم الفني وبرنامجكم في بيتنا مدرسة. بقابلكم النهاردة وبرحب بيكم، ودرس النهاردة من الدروس المهمة جدا 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 في مادة الرسم الفني. في الحلقة اللي فاتت وفي الدرس اللي فات كنا خدنا مع بعض ازاي هنستنتج المسقط الثالث. هفكرك بسرعة احنا عملنا ايه كأساسيات في عملية استنتاج المسقط الثالث. ان احنا قسمنا كل رسمة المجموعة من الاجزاء، خدنا اكبر جزء في المسقط الافقي اللي هو بيساوي اكبر جزء في المسقط الجانبي، فقسمناها لأكبر جزء في المسقط الأفقي وقلنا عليه رقم 1، والجزء اللي أقل منه في الارتفاع قلنا عليه رقم 2، والجزء اللي أقل منه في الارتفاع قلنا عليه رقم 3. وجبنا كل مسقط واتفقنا إن احنا المساقط بتاعتنا الثلاثة مرتبطين ببعض، وبالتالي هيكون ارتفاع المسقط الجانبي هو نفس ارتفاع المسقط الرأسي، وإن عرض المسقط الجانبي هو ارتفاع المسقط الأفقي. وعشان كده لما كنا بنرسم فكنا بنجيب ارتفاع المسقط الرأسي نجيب منه خطين، وارتفاع المسقط الأفقي بنجيب منه خطين، ورسمنا زاوية 45 درجة عشان تعمل لي انعكاس للخطين اللي جايين من ارتفاع الأفقي علشان يدوني عرض المسقط الجانبي. وكنا بنقابل كل خطين من كل مسقط، والمسافة اللي ما بين الأربع خطوط بنرسم فيها مستطيل، ويكون ده المسقط الثالث بتاعنا. درس النهاردة درس مهم جدا، وهو درس القطاعات. كلمة القطاعات جاية من القطع، وكلمة القطع معناها ان انا لو عندي اي جسم فأنا عايز اعمل فيه عملية قطع. طب يا مستر محمد، واحنا عايزين نعمل قطع في الجسم ليه؟ لان احنا الاجسام عندنا احنا متفقين ان في اجزاء بتكون اجزاء ظاهرة وبيكون عندي اجزاء مختفية. الاجزاء الظاهرة فانا برسمها بخطوط مستقيمة، انما الاجزاء المختفية بنرسمها بخطوط متقطعة اللي احنا بنقول عليها الخطوط الشرط او الداش لاين يعني. فانا ممكن يبقى عندي رسمة فيها اجزاء مختفية فبرسم لها مساقط وبرسم الاجزاء المختفية عن طريق خطوط متقطعة. بعد كده بينطلب مني ان انا اعمل قطاع، فبتخيل ان انا قطعت في الجسم وبين الاجزاء اللي كانت مختفية فيه. هعمل قطع في الجسم وبين الاجزاء المختفية اللي فيه. بس تعال نحط ثوابت مع بعض. ايه هي الثوابت؟ لما يقول لي ان انا عايز قطاع في المسقط الرأسي، يبقى انا دلوقتي هروح اقطع في المسقط الجانبي او المسقط الافقي. خلي بالك، المسقط الرأسي هنا والجانبي وده الافقي، يبقى انا كده بقطع قطع عمودي على الافقي او قطع عمودي على الجانبي، فبيكون الخط ده والخط ده موازيين للمسقط الرأسي. يبقى ده لو قطاع رأسي يبقى انا هعمل عملية قطع في المسقط الافقي او المسقط الجانبي. يبقى الخطين دول كده بيوازوا خطوط المسقط الرأسي، وكده الخطين دول عمودي على الجانبي وعمودي على الافقي. طب لو عايز اجيب قطاع في الجانبي، الجانبي اهو والرأس اهو والافق اهو، يبقى انا هقطع في الرأسي او هقطع في الافقي، والخطين دول خطين القطع او مستويات القطع يبقوا بيوازوا المسقط الجانبي، انما عمودي على الرأس وعلى الافق. استنى مستر محمد، نفهم من كده ان انا لما يطلب مني قطاع في اي مسقط يعني انا هروح اقطع في المسقطين التانيين؟ بالظبط، انا بتخيل ان انا قطعت في المسقطين التانيين وازلت جزء اللي قدام عيني علشان اشوف الاجزاء اللي جواه. يبقى لو قطاع رأسي هقطع في الافقي وهقطع في الجانبي، يبقى عمودي على الافقي وعمودي على الجانبي وبيوازي الرأسي. لو عامل قطاع في الجانبي يبقى انا هقطع في الرأسي وفي الافقي، يبقى مستويات القطع دي بتوازي الجانبي وعمودية على الرأسي والافقي. طب ولو عايز قطاع افقي، يبقى انا هقطع في الرأسي والجانبي ومستويات القطع دي بتوازي الافقي وعمودية على الرأسي والجانبي. طيب هي انواع القطاعات ايه؟ في قطاع بنقول عليه قطاع كامل، يعني يقول لي كده عايز قطاع رأسي كامل او مسقط رأسي قطاع كامل، عايز قطاع جانبي كامل، عايز قطاع افقي كامل. طب وانا مستر محمد لما هيجيني مسقطين ويقول لي استنتج التالت وهات قطاع مثلا في الرأسي، هرسم الرأسي وكمان قطاع رأسي؟ لا، هتعمل قطاع في المسقط الرأسي.
ما تخليهوش بقى مسقط، بعد ما يبقى مسقط تحوله لقطاع. طب انواع القطاعات ايه؟ القطاع الكامل، المساقط النصف قطاع، والقطاع المتنقل، والقطاعات اللي احنا بنقول عليها قطاعات مساعدة. طيب القطاعات الكاملة يعني قطاع رأسي كامل او قطاع افقي كامل او قطاع جانبي كامل. النصف قطاع يعني هشيل جزء او ربع الجسم يعني عشان ابين القطاع في نص بس من المسقط. طب تعالوا كده مع بعض نشوف انواع القطاعات وهتتعمل ازاي. نبص كده مع بعض. القطاعات، كلمة قطاعات اهميتها ان الغرض الاساسي من القطاعات هو توضيح الاجزاء المختفية كالثقوب والتجاويف وغيرها، الحاجات اللي انا مش شايفها جوه الرسمة. طيب انواع القطاعات ايه؟ نمرة واحد القطاعات الكاملة، نمرة اتنين مساقط نصف قطاع، نمرة تلاتة القطاع المتنقل، نمرة اربعة القطاع الموضعي عند موضع معين، نمرة خمسة القطاع الجزئي، نمرة ستة القطاعات المساعدة. طيب تعالى كده نشوف كل قطاع بيتنفذ ازاي. القطاعات الكاملة، نمرة واحد القطاع الرأسي، طالما رأسي يبقى القطاع هيكون فين؟ يكون فيه المستوى القاطع عموديا على كل من، مش انا بجيبه هنا ده قطاع في الرأسي، يبقى عمودي على المستوى الافقي وعلى الجانبي وموازي للمستوى الرأسي وموازي للمستوى الايه؟ الرأسي. طب تعالى كده، دي رسمة، الرسمة دي ليها مسقط رأسي ومسقط افقي ومسقط جانبي، وده المنظور الهندسي بتاعها. طب انا لو عايز اعمل دلوقتي قطاع رأسي، مش ده المسقط الرأسي يا اولاد؟ ده المسقط الجانبي وده المسقط الافقي. فانا هتخيل ان انا قطعت نص الافقي كده، هتخيل مش همسحه من على الرسمه، او ان انا قطعت هنا في نص الجانبي. فانا لو قطعت عند الخط ده ورميت الجزء اللي تحت، اكيد وانا باصص هبقى شايف بدايه الدايره دي ونهايتها، الدايره الصغيره كمان ونهايتها، الجزء المفرغ هنا ده بدايته ونهايته، اللي هم اساسا الجزء المفرغ ده كان مرسوم فوق بخطوط متقطعه، والدوائر اللي في المنتصف دي برضو كانت موجودة هنا بخطوط متقطعة. إذا أنا لو قطعت على المستوى ده كده ورميت اللي تحت، أو قطعت على المستوى ده ورميت اللي على اليمين، أكيد أنا هشوف الأجزاء اللي كانت مختفية عندي. هيبقى أنا هحول الخطوط المتقطعة دي لخطوط مستقيمة، وبعدين أعمل عملية التهشير في المكان اللي المنشار قطع فيه زي كده. يعني أنا دلوقتي لما جيت أقطع، قطعت النص اللي تحت ده وكأني خفيته، كأني ما بمسحوش. إذا الدايرة الكبيرة بص كده ظهرت هنا اهي، الدايرة الصغيرة برضو ظهرت هنا اهي، الجزء المفرغ هنا ده في الساند ده برضو ظهر هنا، والمنشار بتاعي هو ماشي من هنا لحد هنا بيعمل عملية القطع. برافو، نزل منه رايش، الرايش اللي بينزل من المعادن أثناء القطع. يبقى مكان الرايش هرسم خطوط زي اللي بيعملها على طول سن المنشار، اللي احنا بنقول عليها خطوط التهشير، اللي بتكون متوازية مع بعضيها ومرسومة بتميل على الأفق بزاوية 45 درجة. يبقى المنشار هو ماشي من هنا لحد هنا، نزل رايش، يبقى في المسافة دي أرسم خطوط تهشير. الخط ده لغاية الخط ده كان مرسوم خطوط شرط، خطوط متقطعة، يعني المكان ده كان هوا، يبقى الهوا مش هينزل منه رايش. الخط ده كان شرط أهو، وده كان شرط يعني خطوط متقطعة، يبقى المسافة دي كانت هوا، يبقى مش هينزل منها رايش. نفس الشيء بالنسبة لدي، من هنا لحد هنا كانت خطوط متقطعة، يبقى المسافة اللي في النص دي هوا، مش هينزل منها رايش. يبقى اللي هينزل منه رايش أو نشارة زي الخشب وهو بيتقطع، هيترسم خطوط تهشير بزاوية 45 درجة. يعني أنا لو قطعت النص ده كأن أنا قطعت المنظور الهندسي، قطعت الجسم زي الشكل اللي أنتوا شايفينه ده، يبقى كأن الجسم ده أو الجزء النص ده اترمى عندي واتبقى ده. تعال نشوف كده نوع تاني من أنواع القطاعات. في القطاعات الكاملة، القطاع الجانبي. يبقى القطاع الجانبي المستوى القاطع هيكون عمودي على مين؟ على الأفقي وعلى الرأسي، وموازيا للمستوى مين؟ الجانبي. تعال كده، دي الرسمة، رأسي وأفقي وجانبي. طالما أنا عايز قطاع جانبي، يبقى أنا هقطع هنا وهقطع هنا، هقطع في الرأسي وهقطع في الأفقي، تمام؟ وطبعا لما هقطع ارمي مين؟ واحد يقول لي طب ما رميتش، مش هترمي للنص ده؟
اقول له انا لو رميت النص ده انا كده كده المسقط الجانبي ده بيجي من راسي لما باجي ابص من هنا من بعيد، لو رميت الجزء ده او رميت الجزء ده وانا باصص من بعيد كل اللي جوه لسه مختفي زي ما هو، يبقى انا الجانبي بيجي من الراس لما ابص له من بعيد، يبقى انا لازم ارمي اللي قدام عيني من هنا او من هنا علشان اللي جوه ده ايه يظهر. ازاي كده؟ مثلا انت دلوقتي عندك راسي وافقي وجانبي، لما حاجه نعمل المستويين دول هقطع وارمي الجزء ده والجزء ده، اكيد بص كده الدايره دي في الاول كانت مختفيه هنا، انما لما هقطع ده اكيد بدايه الدايره ونهايتها وبدايه الدايره ونهايتها هيظهروا عندي بالشكل ده. بس خلي بالك، شايف انت الجزء ده؟ الجزء ده كان مسقط المثلث ده اللي هو زي العصب، بس هو اتخن من العصب فمش هنعتبره عصب. الجزء ده اترمى خالص من الرسمة، فاللي كان موجود هنا ده واترمى انا مسحته من على الرسم. لما بقطع على المستوى القاطع ده او المستوى القاطع ده كأني رميت الجزء اللي في النص، زي المنظور الهندسي انا قطعت ورميت الجزء اللي في الطرف ده، لما اجي ابص بقى بعد الرمي يبقى انا هشوف الجزئية دي. خلي بالك ان ده وده كانوا خطوط متقطعة، يعني اللي ما بينهم هوا، يعني الهوا ما بينزلش رايش، يبقى اللي في النص ده ما يتهشرش، يبقى اللي في الجنب هنا كان معدن وده كان معدن، دول يتهشروا. تعال نشوف نوع ثالث في القطاعات الكاملة، القطاع الأفقي. طالما قطاع أفقي بالظبط يبقى مستويات القطع فين؟ على الرأسي وعلى الجانبي، يبقى يكون فيه المستوى القاطع عموديا على كل من المستوى الجانبي والمستوى الرأسي وموازيا للمستوى الايه؟ الأفقي. يعني لو دي الرسمة رأسي وأفقي وجانبي، أنا عايز أقطع في، طالما ده قطاع افقي يبقى انا عايز اقطع في الراسي او اقطع في الجانبي بمستوى يوازي المستوى الايه؟ الافقي. تعالى كده دي الرسم، ادي راسي وافقي وجانبي، انا هقطع هنا يبقى انا هرمي الجزء اللي فوق، لما ارمي الجزء اللي فوق بدل ما كان الشكل كده يبقى هيبقى مقطوع منه جزئيه، وانت بتقطع في الحافه من اليمين ومن الشمال كان ده معدن، انما ده خط متقطع وده خط متقطع، يعني اللي ما بينهم هوا، يبقى اللي ما بينهم ده ما يتهشرش، انما يتهشر في المعدن. بس خلي بالك، بدايه القطع كانت عند النقطه دي ونهايه القطع كانت عند النقطه دي، يبقى التهشير يبتدي من عند بدايه القطع وينتهي عند نهايه القطع. اوعى تروح تهشر كله، لازم ابتدي مع بدايه القطع ومع نهايه الايه؟ القطع. طيب، من انواع القطاعات برضو المساقط النصف قطاع، ودي علشان نبين فيها الايه؟ الجزء اللي انا بقطع فيه. يعني انا هنا مطلوب مني قطاع رأسي او مسقط رأسي نصفه الايسر قطاع، او مسقط جانبي نصفه الايمن قطاع، يبقى انا هنا بقطع عند الربع ده بس، بقطع الربع ده بس زي ما انا شايف كده في المنظور الايه؟ الهندسي، عشان لما اجي ابص في الاتجاه ده اشوف الربع ده بس، يبقى التهشير في الجزئيه دي. انت لما قطعت هنا ورميت الربع ده بقيت شايف نص الدايره، عشان كده النص بتاعها ده بس اللي اتهشر، والجزئيه دي اللي اتقطعت يبقى دي اللي اتهشر فيها، يبقى ده كده نصف ايه؟ نصف قطاع، علشان انا شلت الجزء ده بس. طيب دلوقتي يا اولاد احنا هنبدا نرسم الرسومات بتاعتنا، وبعد ما ننقل الرسمة نروح نعمل فيها عملية استنتاج المسقط الثالث، وبعد ما نستنتج المسقط الثالث نبدأ نعمل عملية القطاعات. ما ننساش، علشان نستنتج المسقط الثالث بكل سهولة قلت لك اعمل لي محور رأسي ومحور أفقي يكون ما بين المسقطين اللي موجودين. او قبل ما ترسم انت بتقسم اللوحة، بعد ما تقسم اللوحة وتعمل الثلاث مستطيلات بتاعت الثلاث مساقط، اعمل لي محور رأسي ما بين المسقط الجانبي وما بين المسقط الأفقي في النص بالظبط، ومحور أفقي ما بين في النص بالظبط ما بين المسقط الرأسي والمسقط الأفقي، ومن نقطة التقاطع ارسم لي زاوية 45 بالمثلث بتاعك. او لو انت مش هتقسم اللوحه اعمل محور راسي ومحور افقي وخد سنتي في كل اتجاه وارسم المسقطين اللي موجودين، علشان نبدا بعد كده نعمل استنتاج للمسقط الايه؟ التالت. تعالى كده نشوف هنستنتج التالت ونعمل القطاع ازاي. نبص كده مع بعض، عندي هنا مسقطين، مسقط راسي ومسقط افقي. هرسم، مطلوب مني في الرسم اللي انا هرسمه مسقط راسي قطاع كامل، مسقط جانبي مسقط افقي. مسقط افقي يعني هنقل المسقط ده زي ما هو، وهستنتج المسقط الجانبي، والمسقط الرأسي هنقله زي ما هو وبعد كده اعمل فيه القطاع. طب تعالى مع بعض،
أنا دلوقتي المسقطين موجودين عندي، هرسم محاور، محور أفقي ومحور رأسي ما بين المسقطين، وحجم نقطة التقاطع هحط هنا المثلث ال 45 درجة بتاعي، وبعد ما أحط المثلث ال 45 درجة هرسم زاوية 45 درجة وأبدأ أقسم. أكبر ارتفاع عندي في الأفقي هو الجزء ده اللي هو متمثل عندي بده، تمام؟ وبعدين الأقل منه في الارتفاع اللي هو ده، اللي هو الجزء ده وامتداده من الناحية التانية هنا، الأقل في الارتفاع اللي هي الدايرة اللي هي أصلا اسطوانة مسقطها فوق المستطيل الكبير ده، الأقل في الارتفاع الجزء ده اللي هو عندي بشكل مثلث. يبقى أخد أكبر ارتفاع الأول، أخد امتداده أعلى نقطة وأقل نقطة، واسحبهم لغاية ال 45 بخطوط خفيفة، وبعدين أطلع بيهم لفوق. الجزء ده مسقطه فين في الرأسي؟ اهو بص كده، البداية مع البداية والنهاية مع الايه؟ مع النهاية. ناخد خط من بدايته وناخد خط من نهايته. شايف انت المستطيل ده؟ ارسم لي عليه مستطيل، يبقى ده المسقط التالت. طب الجزء ده دلوقتي في خطوط متقطعة بدايتها من هنا ونهايتها من هنا. طب والخطوط المتقطعة دي في الرأسي مكانها فين؟ امتدادها كده في الرأس، الجزء البيضاوي المقطوع ده. يبقى انا اخد من البداية بتاعة الشرط ومن النهاية واطلع بيهم لفوق، هم جايين مع بداية الجسم ونهايته. ناخد من هنا البداية بتاعة الجزء ونهاية الجزء، يبقى انا كده دي البداية ودي النهاية. استنى، هو انت وانت باصص في الاتجاه ده هتبقى شايف الفراغ ده في الرأسي، او وانت باصص من هنا هتبقى شايف الفراغ ده في الافقي؟ لا مش هبقى شايفه، يبقى يتمثلوا هنا بخطوط ايه؟ بخطوط متقطعة. برافو عليكم. وطبعا لو انا رسمت خط متقطع هنا هيظهر، انما لو رسمته على الخط المستقيم مش هيظهر. طب تعالى نجيب الجزء رقم 2 اللي هي القاعدة دي اللي هو المستطيل ده، تعالى ناخد بدايته ونهايته ونطلع بيهم لفوق، وتعالى المستطيل اهو، البداية دي مع البداية دي والنهاية مع النهاية دي، يبقى المستطيل ده الكبير ده مسقطه فوق هو المستطيل اللي سمكه قليل ده. تعالى ناخد خط من البداية وخط منين؟ من النهاية. ادي خطين مع خطين، يبقى ارسم هنا مستطيل، يبقى ده المسقط الجانبي بتاع الجزء رقم 2. اروح بعد كده الجزء رقم 3 اللي هي الدايرة، اللي هو الدايره هنا ومستطيل هنا، يعني هي اصلا مسقطها اسطوانه، والاسطوانه قلنا دايره ومستطيل ونفس المستطيل طالما هي اسطوانه كامله. ناخد بدايه الاسطوانه ونهايتها ونطلع بيهم لفوق، ناخد هنا بدايه الاسطوانه ونهايتها، وعندي هنا مستطيل اهوت، يبقى انا هاخد المستطيل ده وارسم هنا مستطيل. بس استنى، الاسطوانه دي ملمسه مع الجزء رقم 1 في البداية والنهاية، وملمسة مع الجزء رقم 2 عند النقطة دي والنقطة دي، يبقى أنا أرسم هنا مستطيل وأنزل بخطين عند النقطتين دول، يبقى ده الشكل بتاعي، لأن الأسطوانة لمسة القاعدة في النقطتين الصغيرين، ولمسة الجزء ده المستطيل الكبير الصغير ده اللي هو كان أكبر ارتفاع عند الإيه؟ عند التلامس. طب أنا خلصت الأسطوانة من بره، في جواها أسطوانتين مفرغين، برضو مش المستطيل الكبير الشرط ده هو الدايرة اللي في النص؟ يلا ناخد بداية ونهاية من الدايرة اللي في النص ونطلع بيها، نقابلها مع البداية من هنا ومع نهايتها من هنا. هو انت وانت باصص في الاتجاه ده كده هتبقى شايف الجزء ده؟ لا مش شايفه يا مستر محمد. طب تعالى نشوف تحت شايفينه ولا لا. وانت باصص من هنا هتبقى شايف الدايرة اللي في النص دي؟ مش شايفها يا مستر محمد. طالما ما شفتهاش في المرتين او ما شفتهاش مرة واحدة، يبقى ارسمها هنا خطوط متقطعة. تعالى اللي بعدها، الدايرة الصغيرة اللي امتدادها عندي هنا موجود بالشكل ده، ناخد بداية الدايرة ونهايتها ونطلع بيهم لفوق، وناخد بداية الدايرة ونهايتها. بس قبل ما ارسم استنى، دي دايرة راكبة على الاسطوانة دي، يعني اسطوانة واسطوانة، بنت هنا دايرة وهنا مستطيل. تعالى هنا، هنا بنت دايرة والتانية بنت مستطيل، لما يبانوا مستطيلين مع بعض لازم ارسم تقاطع اسطوانات، اعمل كيرف هنا في النهاية اسمه تقاطع اسطوانات، وهناخده طبعا في الترم الثاني باستفاضة. يبقى انا دلوقتي رسمت الجزء الايه؟ المختفي في الاسطوانة. تعال نجيب الجزء المائل، الجزء المائل اللي هو المثلث ده مسقطه تحت، خد كده البداية مع البداية والنهاية مع النهاية، يبقى عندي المستطيل ده. تعال ناخد كده بدايته ونهايته ونطلع بيهم لفوق، ناخد من هنا البداية
وناخد من هنا النهاية اتقابلوا مع بعض. بقى عندي مستطيل، ارسم هنا مستطيل. ليه رسمته خط مستقيم؟ لان وانا باصص من هنا او وانا باصص من هنا لقيت نفسي شايف المثلث ده وشايف البداية دي والنهاية دي. اذا انا لو شفتهم مرة واحدة مش مرتين يبقى انا هرسمه خطوط مستقيمة. فضل الفراغ اللي جوه ده، الفراغ ده ده بدايته ودي نهايته، وطلعت بيهم فوق، دي البداية والنهاية. وانت باصص من هنا شايف البداية دي والنهاية دي ولا لا؟ شايفهم. طب بقيت الفراغ اللي تحت مش شايفه، يبقى انا ارسم هنا مستطيل ظاهر اللي هو جاي من البداية والنهاية الظاهرين، وانا باصص من هنا شايف النقطة وشايف النقطة، عشان كده رسمته ظاهر. وبعد كده ارسم خطوط متقطعة لغاية تحت عشان هو مكمل لتحت وانا مش شايف اللي تحت. اللي فوق اللي انا شايفه رسمته مستقيم، واللي انا مش شايفه رسمته متقطع. طب تعالى نجيب القطاع الرأسي. اتفقنا ان القطاع الرأسي ان انا هعمل عملية قطع هنا على المحور ده او المحور ده، ولما اعمل عملية القطع هنا يبقى انا هرمي الجزء اللي قدام عيني اللي هو اللي موجود ده. ما هو الرأس ده بيجي لما ابص على الافقي ده من تحت او ابص على الجانبي ده من الجنب. يبقى انا قطعت النص ده والنص ده. بص كده، لو قطعت هنا النقطة دي كده بعد ما اشيل الجزء اللي تحت ده، طبعا انا مش همسحه بس انا بتخيل ان انا شلته، ولما اجي ابص مش انا النقطة دي هشوفها اللي هي كانت مكان الخط المتقطع ده، والنقطة دي هشوفها اللي هي مكان الخط المتقطع ده، وبداية الدايرة ونهايتها، وبداية الدايرة ونهايتها. يبقى الخطوط المتقطعة دي هتبان. بس استنى، شايف الجزء ده؟ انت في الاول كنت شايفه وانت باصص من هنا، انما دلوقتي اتشال، يبقى الخط ده لازم يتشال. والخط ده كان موجود اللي هو الخط ده، يبقى ده كمان يتشال. يبقى امسح الاول الخطوط اللي اتشالت نتيجة عملية القطع، وبعدين اظهر الخطوط اللي كانت مختفية ودلوقتي بقت ظاهرة. وبعدين مش ده كان متقطع وده متقطع، يعني ده هوا وده كان هوا وده كان هوا. اذا المنشار وهو ماشي هنا هينزل منه رايش في المنطقة اللي لغاية هنا، انما الجزء المفرغ ده مش هينزل فيه والجزء المفرغ ده مش هينزل فيه. يبقى اذا انا دلوقتي هروح راسم خطوط التهشير في الاماكن اللي كانت معدن صلب، والاماكن المفرغة مش هرسم ايه؟ مش هرسم فيها. تعالى نشوف كمان رسمة. عندي مسقطين ومطلوب، مسقط رأسي قطاع كامل، ومسقط جانبي قطاع كامل، ومسقط افقي. تعالى ناخد الرسمة ونرسم محاورنا ونعمل زاوية 45 درجة ونبدأ ناخد. هاخد الجزء اللي تحت ده هو اكبر عرض، والجزء اللي فوق ده اقل منه. اكبر عرض ده اللي هنا متمثل في الجزئية دي بالفراغ اللي فيها، والجزء اللي فوق ده خلي بالك لما جيت احط المسطرة بتاعتي ومدها كده لقيت النقطة دي جاية مرة هنا ومرة هنا. اذا الجزء اللي عامل زي البرج ده موجود مرتين في الرسمة، يبقى لما اجي اسقطه تحت لازم اسقطه مرتين في الافقي. ده مسقط رأسي ومسقط جانبي، وهجيب هنا مسقط ايه؟ افقي. يبقى انا اخد كده اكبر عرض هنا البداية والنهاية وانزل بيهم، هيخبطوا هنا في الزاوية ال 45، اخدهم بخطوط افقي. اكبر عرض ده اللي هو امتداده بداية من هنا لحد هنا، فانزل بالبداية وانزل بالنهاية. يبقى المستطيل ده عندي دلوقتي هو ده المسقط الافقي بتاع الجزء رقم واحد. بس تعال نخلص الحاجات اللي جواه. زي ايه يا مستر محمد؟ يعني المسقط الافقي بيجي من الجانبي او من الرأسي وانا باصص من فوق، كأني باصص من فوق بالطيارة كده على جسم من هنا، او باصص من فوق من هنا. وانا باصص من فوق من هنا البداية دي انا شفتها والنهاية شفتها، والنقطة دي كمان هشوفها هي والنقطة دي، يبقى لازم اروح اسقطهم. اخد النقطتين، النقطة دي اهي جاية من الاول للاخر، يبقى اسقطها عند البداية واسقطها برضو عند النهاية. ادي خط اهو طوالي من هنا ومن هنا، يبقى انا عايز المستطيل ده. تعالى بعد ما اسقطت النقط دي نقول ان انا عندي الفراغ ده. طبعا وانت باصص من فوق انت شايف بداية الفراغ وشايف نهايته، انما المسافة اللي في النص ما انتش شايفها. نقوم نسقط كده الفراغ بداية ونهاية، البداية تنزل والنهاية تنزل، ونروح بيهم وناخد البداية ونهاية. الفراغ ده لو انا حطيت مسطرتي هيجي عند النقطة عند الخط ده، يبقى انزل بيهم كده. يبقى انا دلوقتي لازم امسح الخط ده ويبقى عندي دي البداية بتاعت الفراغ اللي انا شايفها،
ودي نهاية الفراغ اللي أنا شايفها، وبعد كده الجزء اللي في النص اللي هو الخط ده كله اللي لف معايا ونزل هنا هيبقى خطوط متقطعة، مساحة البداية والنهاية لأن هو مفتوح هنا أهو. وبعدين هروح جاي راسم من هنا كده حرف يو، الجزء ده مفتوح فمسحته، ومفتوح من الناحية التانية فمسحته، ورسمت اللي ما بينهم خطوط متقطعة. طيب تعالى فاضل إيه بعد كده؟ فاضل عندي الفراغ اللي في النص ده. الفراغ ده لو خدت بدايته من هنا هيمشي لغاية الخط المتقطع ده وزميله اللي الناحية التانية، يبقى اخد الاتنين دول وانزل بيهم واروح بيهم لقدام، واخد الاتنين دول وانزل بيهم يتقاطعوا مع بعض، يبقى المسقط الافقي بتاع الجزء المفرغ ده اللي مسقطه هنا الخطين دول هو المستطيل اللي في النص ده. تعالى بعد كده نرسم ايه؟ نرسم بقى البرج العالي ده. البرج العالي ده هنزل بيه، او قبل البرج هاخد النقطة دي والنقطة دي، لان النقطتين دول جايين من الاول للاخر، هنزل بيهم كده من الاول للاخر، وانزل برضو من البداية وانزل من النهاية، واجي بعد كده اروح جاي ساقط النقطة دي والنقطة دي. يبقى انا دلوقتي النقطة دي والنقطة دي جم عندي خط من الاول للايه؟ للاخر. طب والجزء الفراغ ده؟ الجزء الفراغ ده بص كده، بص تعالى معايا نمشي بالمسطرة كده، هلاقيه مرة موجود في الشمال ومرة موجود في الايه؟ في اليمين. يبقى لما انزل هنا ارسمه هنا، شايف الخط ده؟ لو نزلت بيه كده اهو هيجي في المنطقة دي، واللي الناحية التانية يجي في المنطقة دي كم مرة؟ ادي مرة وادي التانية. تعالى نجيب بقى البرج. البرج ادي بداية البرج ونهايته، ننزل بيهم. البرج ده موجود كم مرة؟ موجودة دي مرة ودي التانية. عرفت منين؟ حطيت المسطرة بتاعتي هنا ومديته على استقامته، لقيت موجود هنا مرة وهنا مرة، يبقى البرج ده موجود مرتين في الرسمة. خدت البداية وخدت النهاية ورحت بيهم، اخد هنا البداية والنهاية وانزل ارسمهم هنا مستطيل، واخد هنا برضو البداية والنهاية وانزل ارسمهم هنا مستطيل. كده انا رسمت البرج، فاضل الدايرة اللي جواه. هو انت وانت باصص من فوق هتبقى شايف الدايرة دي؟ اكيد لا، القوس ده مغطي عليها. طب الدايرة دي هنا الخط الشرط ده والخط الشرط ده، الخط المتقطع ده والخط المتقطع ده، وانت باصص من فوق شايفهم؟ لا مش شايفهم. يبقى انا اخد بداية الدايرة ونهايتها واروح بيها. مش الدايرة دي اتفقنا انها الخطين دول، يبقى من عند بداية الخطين ونهايتهم يبقى انا عايز المستطيل اللي ما بينهم. ادي واحد ادي اتنين ودي واحد ادي اتنين، يبقى اللي في النص ده يترسم ايه؟ خطوط متقطعة. ناخد نفس الدايرة، واحد اتنين وشرط واحد اتنين، يبقى اللي في النص ده برضو خطوط ايه؟ متقطعة. رسمتها هنا خطوط متقطعة وهنا خطوط ايه؟ متقطعة. ابقى انا كده جبت المساقط التلاتة. طب انا دلوقتي عايز اروح اعمل القطاعات. كان طالب مني مسقط رأسي قطاع كامل، قطاع كامل في الرأسي، ومسقط جانبي قطاع كامل. يبقى الرأسي ده عشان اجيب القطاع فيه لازم كأني قطعت هنا في الجانبي او قطعت في الافقي بمستوى يوازي المسقط الرأسي. طب لما اقطع هنا يا مستر محمد وارمي الجزء اللي قدام عيني، ما هو الرأس ده بيجي من الجانبي ده وانا باصص في الاتجاه ده، يبقى انا لو قطعت هنا ورميت دول اكيد الدايرة دي هشوفها بدايتها ونهايتها، والفراغ ده برضو هشوفه بدايته ونهايته، تمام؟ يبقى انا هقطع هنا في الجانبي او اقطع في الافقي. تعالى بعد ما نقطع بقى نشوف هنعمل ايه. لما هقطع دلوقتي بقيت شايف بداية الدايرة ونهايتها، فحولتهم لخطوط ايه؟ مستقيمة، لاني بقيت شايفهم. النقطة دي اترمت يعني ما بقتش موجودة هنا، فهي على طول هعمل ايه؟ اشيلها. النقطة دي اترمت فما بقتش شايفها، على طول شلتها. طب والفراغ اللي في النص ده، مش البداية دي والنهاية دي بقيت شايفهم؟ يبقى على طول اعمل ايه؟ اظهرهم. استنى معايا، ده كان خط متقطع وده خط متقطع، اللي ما بينهم هوا، وده متقطع وده متقطع اللي ما بينهم هوا، اللي هو يعني ده عبارة عن ثقب في الجسم، والثقب ده يعني هوا، وبرضو ده كان خط متقطع وده خط متقطع اللي ما بينهم هوا، اللي متمثل عندي بالخطوط المتقطعة دي يعني اللي في النص ده هوا. يبقى المنشار وهو بيقطع من هنا لغاية هنا هينزل رايش، يبقى من هنا لغاية هنا امتدادهم الحبة دول وامتدادهم الحبة دول، بداية الدايرة مع ده وده، وبداية الدايرة اللي جوه النقطة دي مع ده وده، يبقى ده يتهشر فيه وده يتهشر فيه،
وانت نازل، دول كانت منطقة مفرغة، كانت ما بين خطين شرط، يبقى ده كمان مفرغ. يبقى على طول تعمل ايه؟ تروح عامل لي دي بقى خطوط تهشير في الاماكن اللي نزل منها الريش، والاماكن اللي كانت هوا ما عملش فيها خطوط تهشير. تعالى كده سعادتك نشوف المطلوب التاني، كان مسقط جانبي قطاع كامل. يبقى انا هقطع هنا في الراسي بمستوى موازي للمستوى للمسقط الجانبي، واقطع برضو هنا في الافقي. بس لما اقطع هنا واقطع في الافقي، مش الجانبي ده بيجي من الراسي لما ابص من بعيد، او الجانبي بيجي من الافقي لما ابص من بعيد، يبقى انا هقطع اللي قدام عيني. طب بص خلي بالك، بداية القطع عند النقطة دي كل ده كان هوا، بداية القطع كان عند النقطة دي اللي هي دي، يبقى انا هقطع دول وارمي الجزء ده. بداية القطع ونهايته ادي البداية عند النقطة دي والنهاية عند النقطة دي. طب وانا لما اقطع وارمي كل دول، مش دي ودي ودي كلهم هشوفهم؟ يبقى اروح اعمل ايه؟ النقطة دي لما قطعت ده ورميت الجزئية دي، النقطة دي وانا باصص في الاتجاه ده كده بقيت شايف النقطة دي حولتها لخط، ودول كمان هيتحولوا لخطوط، وده كمان وانا باصص من هنا كده بقيت شايف النقطة دي، فدي كمان هتتحول لخط. تعال نشوف بداية القطع منين لفين. ادي بداية القطع وادي نهاية القطع، يبقى القطع كله والتهشير كله في المنطقة دي. بس استنى، مش ده كان خط متقطع وده خط متقطع؟ ايوه يا مستر محمد، اللي ما بين خطين متقطعين ده يبقى هوا. يبقى انا ههشر في المنطقة دي بزاوية 45 درجة، وههشر في المنطقة دي كمان بزاوية 45 درجة. بقى عندي مسقط رأسي قطاع كامل، مسقط جانبي قطاع كامل، ومسقط افقي. تعالى بعد كده نشوف رسمة تانية. عايزك تركز معايا دايما واحنا بنرسم، ان احنا عندنا اجزاء بيكون فيها اسطوانات كتير. الاسطوانة دي لو اسطوانة كاملة يبقى عندي التلات مساقط بتوعها عبارة عن مستطيلين ودايرة. تعالى كده نشوف الرسمة اللي معانا. الرسمة اللي معانا دلوقتي موجود الشكلين دول، ومطلوب مني مسقط رأسي قطاع كامل، عايز قطاع كامل في الرأسي، وعايز مسقط جانبي قطاع عند محور التقب، يعني قطاع في جزء بس. فهنعمل ايه؟ هروح اجيب الرسمة بتاعتي واعمل المحور الافقي والمحور الرأسي. تعال نقسم الاجزاء عندي. اكبر ارتفاع في الافقي اللي هو الجزء ده مستر محمد. نعم، ده الجزء ده اللي هو المستطيل ده اللي مسقطه فوق نص الاسطوانة دي او نص الدايرة دي. الارتفاع من هنا لغاية هنا هو من هنا لغاية هنا، ما عنديش مشاكل، نجيب مسقط دي وبعدها نجيب مسقط دي. طيب يبقى اكبر ارتفاع في الافقي اللي هو ده وده، يبقى دول كده هسمي دي مثلا رقم واحد وده رقم اتنين. طب الارتفاع اللي اقل اللي هو ده، اللي هو نفس الارتفاع بتاع الجزء اللي هو امتداده، لان دي كلها قاعدة واحدة، الارتفاع ده اقل من ده فحسميه رقم اتنين. وبعد كده عندي بص كده، دي واحد اتنين امتدادهم فوق هنا ونهايتهم هنا، يعني الجزء اللي عامل زي الجزء كأنه مثلث ده كده مسقط رأسي للعصب ده والعصب ده. خلي بالك الجزء ده العصب ده مسقطه تحت مرتين، مسقطه تحت ايه؟ مرتين. تعال بسرعة نجيب الجزء الاولاني المستطيل ده، ادي البداية وادي النهاية، نطلع بيهم لفوق. مش المستطيل ده مسقطه فوق النص اسطوانة دي او النص دايرة دي؟ عرفت منين؟ عرفت عشان البداية مع البداية والنهاية مع الايه؟ مع النهاية. ناخد خط من البداية وناخد خط من النهاية. طب انا دلوقتي قلت لك ان اكبر ارتفاع ده رقم واحد، واللي اقل منه ده رقم اتنين، واللي اقل منه ده رقم تلاتة. لما تكون بترسم في رقم واحد يبقى رقم اتنين وتلاتة مش موجودين في الرسمة، يعني ده العصب ده والقاعدة دي مش موجودين، كأنك مش شايفهم. يبقى وانا باصص من هنا هتلاقي الجزء ده انت شايفه، تقوم ترسمه لي هنا خط مستقيم. مستر محمد ده في حاجات مرسومة، ما انا قلت لك بقى، قلت لك ان رقم واحد اللي هو اكبر ارتفاع يبقى وده واحد، واللي اقل منه اتنين، واللي اقل منه تلاتة، وانت بترسم رقم واحد رقم اتنين ورقم تلاتة مش موجودين. لما ترسم رقم اتنين يبقى رقم واحد موجود ورقم تلاتة مش موجود، يبقى ده رقم واحد اهو، خدت بداية ونهاية ورسمت مسقطه. تعال نرسم الجزء اللي جواه. الجزء اللي جواه اللي هو النص دايرة دي، اللي امتدادها هنا خط متقطع وهنا خط متقطع.
طب ناخد بداية الخطوط المتقطعة من تحت ونطلع بيهم لفوق، ناخد من هنا البداية وناخد من هنا النهاية. اكيد لو الجزء ده موجود لوحده خالص في الرسمة وانا باصص من هنا النقطة دي مش هبقى شايفها، يبقى لازم ارسمها لنا خط ايه؟ متقطع. برافو عليكم. تعال نجيب زميله اللي بيشاركوا في نفس الارتفاع، ادي البداية وادي النهاية، تعال نطلع بيهم لفوق. الجزء المستطيل ده اللي مسقطه فوق الدايرة دي، يبقى ناخد البداية وناخد النهاية، وطبعا انا وانا باصص من هنا هبقى شايفها فارسمها هنا خط مستقيم. نيجي بعد كده نجيب الدايرة اللي جواها اللي هي جاية شرط من الاول للاخر، اخد البداية واخد النهاية واطلع بيهم لفوق، واجيب هنا بداية الدايرة اللي جوه بداية ونهاية، وانت باصص من هنا او وانت باصص من هنا وانت باصص من هنا شايف الشرط دي؟ لا مش شايفها. وانت باصص من هنا شايف الدايرة اللي جوه دي؟ لا مش شايفها. يبقى تترسم هنا ايه؟ خطوط متقطعة. طيب انا كده جبت الجزء الكبير ده والجزء ده اللي مشتركين في نفس الارتفاع واعتبرتهم رقم واحد. تعال نجيب الجزء الاقل ده، ادي البداية والنهاية وهطلع بيهم فوق. مش الجزء الصغير ده اللي هو ده امتدادهم فوق هنا وهنا، يبقى ادي البداية وطلعت بيها وادي النهاية وطلعت بيها، ناخد هنا بدايتهم وناخد نهايتهم، وانت باصص من هنا اكيد شايف ده، وانت باصص من هنا اكيد شايف ده، وانا قلت لك لو شفتهم مرة واحدة ترسمهم لي هنا خطوط ايه؟ ظاهرة، خطوط مستقيمة. برافو. تعالى بقى نجيب الجزء ده المستطيل ده والمستطيل ده اللي متمثل هنا بالعصب اللي على شكل مثلث، ناخد البداية والنهاية ونطلع بيهم. طبعا ممكن ارسم ده لوحده وممكن ارسم التاني ده معاه، بس انا هاخد ده الاول. ادي واحد البداية، ادي اتنين، ادي بداية العصب وادي نهاية العصب. خلي بالك وانت باصص من هنا انت شايف العصب لغاية هنا والحبة اللي لغاية فوق دول ما انتش شايفهم، يبقى الحبة اللي تحت، هجيب العصب التاني بالمرة معاي، يبقى الحبة اللي تحت هنا اللي انا وانا باصص من هنا شايفهم هرسمهم هنا خطوط مستقيمة، والحبة اللي باقيين ارسمهم داش، دول مستقيمي خطوط مستقيمة والباقي خطوط ايه؟ متقطعة. تمام؟ تمام. يبقى ده كده بقى المسقط الجانبي بتاعي. طب تعالى، وانت كنت طالب مني ايه؟ كنت طالب مسقط رأسي قطاع كامل ومسقط جانبي عند محور التوب، عايز مسقط رأسي قطاع كامل. طبعا انا قلت خلي بالك محور التوب اللي بيقصده هنا في المسقط الجانبي يعني عايز نعمل عملية قطع هنا، عايز نعمل عملية قطع هنا وارمي الحبة دول. طب تعالى نجيب المسقط رأسي قطاع كامل الاول، يبقى انا هقطع هنا في المسقط الافقي عند المحور اللي في النص، طالما قطاع كامل يبقى انا هقطع في النص، وكأني كأني ما تمسحش، كأني رميت الحبة دول. اذا انا لما رميت الحبة دول الجسم كله بقى سايح على بعضه. يعني ايه سايح على بعضه؟ يعني مفيش اجزاء بتفصل بعضها عن بعض. خلي بالك كمان وانت باصص من هنا قبل ما تقطع الخط بتاع القعدة دي انت ما كنتش شايفه وكان مرسوم خطوط متقطعة، انما دلوقتي لما قطعت هتيجي تبص من هنا هتشوف خط هنا، يبقى لازم الخط ده يظهر عندي. يبقى انا لو قطعت هنا او قطعت على المستوى ده اللي يبقى سهل عندك في الرؤية اشتغل بيه، لما قطعت هنا بقت الخط ده ظهر عندي، والجزء بتاع الاسطوانة بقى هو والاسطوانة والقعدة بقى على مستوى واحد، يبقى محدش يفصل ما بينهم، كده الخط ده بقى ظاهر. الجزء ده لازم اشيله والجزء ده لازم اشيله لانه بقى كلهم قطعة ايه؟ واحدة. انا قطعت هنا في العصب ده يا ولاد؟ لا، العصب ده اللي كان فين يا مستر محمد؟ العصب ده اللي دي كانت بدايته هنا وكانت نهايته هنا، لما قطعت هنا انا ما جيتش ناحيته، يبقى انا دلوقتي القطع كان في القعدة والاسطوانة اللي هي نص دايرة والاسطوانة اللي كانت فوق، يبقوا دول اللي يتهشروا بس. يبقى انا ههشر في الاسطوانة وههشر في الجزء ده بس، ده كله كان معدن، انما الهواء اللي كان في النص هنا والهواء اللي كان في النص هنا انا ما عملتش فيهم عملية تهشير. يبقى ده كده اول مطلوب عندي اللي هو مسقط رأسي قطاع كامل. طب تعالى نجيب طالب مني مسقط جانبي قطاع عند محور الثقب، محور الثقب اللي هو فين؟ اللي هو هنا. خلي بالك بقى انا دلوقتي الراجل عايز مني طالب مني في المطالب
مسقط رأسي قطاع كامل أنا عملته، وفي الآخر خالص مسقط أفقي ونقلته. عايز مني مسقط جانبي قطاع عند محور الثقب، محور التقب بتاعي اللي هو المحور ده، يبقى أنا عايز أقطع هنا وارمي. طب مش ده جانبي؟ مسقط جانبي قطاع عند محور التقب، يبقى أنا هقطع هنا وارمي اللي في ظهر السهم. دايما أعمل هنا محور وأعمل السهم كده متجهين ناحية الجانبي اللي هو طالبه، وارمي اللي في ظهر الإيه؟ اللي في ظهر السهم. طب أنا لو قطعت هنا ورميت دول، كأني قطعت هنا ورميت دول. طب لما ارمي دول، بص كده، انا قبل ما ارمي الجزء اللي في ظهر مستوى القاطع، انا وانا باصص في الاتجاه ده انا ما كنتش شايف التقب اللي جوه الاسطوانه، وكان في جزء من العصب موجود. طب انا لو قطعت هنا ورميت الجزء اللي في الظهر، يبقى النقطه دي والنقطه دي اللي انا هبقى شايفهم اللي هم متمثلين عندي بالخطوط المتقطعه دي، يبقى اذا انا بعد ما اقطع اكيد الخطوط المتقطعه ديت الجزء بتاع العصب اللي كان فوق راح، واتبقى الجزء اللي كان موجود تحت الاسطوانه. انا قطعت هنا ورميت الجزء ده، العصب ده كان موجود لغايه هنا، والحبه اللي ورا دول كانوا موجودين هنا خطوط متقطعه، مره هنا في الشمال ومره في اليمين. لما قطعت دلوقتي وكنت انا باصص في الاتجاه ده، العصب بقى موجود تحت الاسطوانه بس، فسبته تحت الاسطوانه بس. وايه كمان يا مستر محمد؟ وكمان قطعت في القعده، فخليت القعده والعصبين مفتوحين على بعض. وايه كمان؟ يبقى انا كده القعده قطعت فيها والعصب قطعت فيهم والاسطوانه كمان قطعت فيها، يبقى كمان النقطه دي بقيت شايفها، حولتها هنا لخط ظاهر، خط مستقيم، والنهايه دي كمان هتبقى خط ايه؟ مستقيم. طب اهشر فين بقى مستر محمد؟ بص معايا، نفترض كده ان انا كنت جايب المنشار ونازل قطع على الخط ده، على المستوى ده، وانا بقطع من هنا لغايه هنا، هينزل رايش ولا مش هينزل رايش؟ هينزل رايش. واحد يقول لي مستر محمد انت قلت كتير هينزل رايش، هو الرايش ده يعني ايه؟ يعني النشاره او المعدن المتاكل نتيجه عمليه القطع. طب انا وانا بقطع هنا ده كان معدن ولا كان فراغ؟ ده كان معدن. يبقى الحبه دول هينزل منهم رايش، الحبه من هنا لحد هنا، النقطه دي اللي هي اول خط والنقطه دي اللي هي تاني خط، يبقى وانا بقطع هنا لازم يترسم تهشير ما بين الخطين دول، وانا بقطع هنا يبقى دول كانوا معدن هينزل منهم رايش، يبقى هيبقى في تهشير ما بين الخطين هنا. النقطه دي هي الخط الاولاني والنقطه دي هي الخط الايه؟ الخط التاني. طب في النص هنا يا مستر محمد مش دي اسطوانه مفرغه؟ يبقى اذا في معدن فوق ومعدن تحت، زي بالظبط اما تمسك الكتاب بتاعك وتلفه تعمله اسطوانه، يبقى في سمك في اليمين وسمك في الشمال واللي في النص هوا، يبقى الجزء اللي في النص اللي دي بدايته متحكمه او واصله مع الخط ده، ودي نهايته اللي واصله هنا، المسافه دي ما حصلش فيها قطع، يبقى مش هيبقى فيها رايش. وطالما مش هيبقى فيها رايش يبقى امتدادها هنا المستطيل ده ما يتهشرش فيه. انما الحبه دول كانوا في العصب، بس افتكر معايا العصب ده كله كان موجود مره هنا ومره هنا، اللي انا لما لفتهم اداني مره هنا، وده لما لفيته اداني كمان مره هنا، يبقى العصب ده هيتقطع، هينزل منه رايش، اي نعم، ولكن لما ينزل منه رايش اهشره مره في الشمال وهشره مره في الايه؟ في اليمين. والقعدة كمان اتقطعت، والقعدة دي معدن اهو، كنت مهشره قبل كده عشان كده هو معدن، فلو قطعت هنا يبقى القعدة دي كمان هتتهشر. يبقى انا هاجي بعد كده وارسم خطوط التهشير، خطوط التهشير اللي موجودة معانا واللي احنا بنرسمها بايه؟ بنرسمها بزاوية 45 درجة على الافقي. طيب تعال، عندي هنا دول مسقطين وعايز اجيب لهم المسقط التالي، تعالى بسرعة هرسم المحاور واخد الجزء، اسمي القاعدة رقم واحد والاسطوانة رقم اتنين، والاسطوانة دي موجودة مرتين، والعصب ده رقم تلاتة، واجي بعد كده اجيب القاعدة خطين وخطين، يبقى اللي في النص ده هو المسقط، اجيب الاسطوانة بداية ونهاية، مرة موجودة هنا ومرة موجودة هنا، يبقى دي الاسطوانة، والتقب الداش او الشرط المتقطع اللي جواها. نيجي بعد كده ناخد بداية العصب ونهايته، والعصب ده عندي
لو انتوا شايفين اللي هو العصب اللي جاي زي المثلث ده موجود هنا مره وموجود هنا مره، وانا باصص من فوق من هنا مش شايفه، انما وانا باصص من هنا هبقى شايفه بره وتحت مش شايفه، عشان كده رسمت هنا خطوط مستقيمه وفي النص متقطع وهنا مستقيمه. نفس الحكايه الناحيه التانيه، نجيب العصب ده ادي خطين ومن هنا خطين، وانت باصص من هنا شايفه ومن هنا شايفه ومن هنا شايفه، انما تحت الاسطوانات ما انتش شايفه. طيب تعالى بعد كده نعمل ايه؟ نقول ان انا عايز قطاع جانبي عند المحور ا ا، ادي المحور ا ا اهو، يبقى انا لو قطعت عايز قطاع راسي كامل، قطاع راسي يبقى انا هقطع في الجانبي وهقطع في الافقي، لو رميت الجزء اللي قدام عيني يبقى الاسطوانه دي هتبان وهقطع في الاسطوانه وفي العصب وفي القاعده، يبقى انا هشيل العصب ده من هنا وكمان هشيل الجزء ده مع العصب لان الجسم كله بقى سايح على بعضه بقى كله حته واحده، وهظهر التقب النقطه دي والنقطه دي هظهرهم وهشرت هنا. واحد يقول لي مستر محمد العصب ده اتقطع وانت ما هشرتوش، اقول له لان القاعده بتقول القطع الموازي لمحور العصب لا يهشر، انما القطع العمودي ده كده كان عمودي على العصب ده يبقى ده يهشر. طب تعالى كده نجيب مسقط ايه؟ مسقط جانبي، مسقط انا جبت كده مسقط قطاع افقي وعايز مسقط جانبي قطاع عند المحور ا ا، جيت هنا قطعت عند ا ا ورميت اللي في الظهر، يبقى انا دلوقتي لما قطعت هنا ورميت القطع كان في المسافه دي بس اللي كانت بتمثل عندي الجزئيه دي فهشرتها، جيت بعد كده طلب مني مسقط افقي قطاع عند المحور ب ب، يبقى انا هقطع عند المحور ب ب وارمي اللي فوق وابدا ابص من فوق، يبقى انا قطعت هنا في الاسطوانه وفي جزء من العصب، يبقى انا دلوقتي لما قطعت في الاسطوانه ورميت الجزء اللي فوق بقى بدايه الاسطوانه من الداخل ومن الداخل ظاهره، فروحت جاي محولهم لخطوط مستقيمه، انا باصص من فوق عشان اجيب الافقي، وبعد كده العصب بقى بدايه القطع هنا وهنا، يبقى لازم احدد البدايه واروح بيها احدد بدايه القطع والنهايه واروح بيها احدد نهايه القطع، القطع كان في العصب والاسطوانه بس، يبقى التهشير عندي هيبقى موجود في المنطقه بس اللي جت من بدايه القطع واللي جت من نهايه الايه؟ القطع، وهشرت بزاويه 45 ايه؟ 45 درجه. وبكده يبقى احنا خدنا كذا مثال على عمليات احداث القطاع في الرسومات، وبكده يبقى انا عرفت ازاي انا هعمل عملية استنتاج المسقط التالت، واستنتاج المسقط التالت ده بيكون عن طريق ان انا بجيب مسقطين معلومين عندي، والمسقطين دول ممكن يكونوا المسقط الرأسي والمسقط الأفقي، أو يكونوا عبارة عن المسقط الرأسي والمسقط الجانبي، لازم أعمل عملية ربط ما بين الأجزاء، يعني مثلا الجسم فيه عندي قاعدة، القاعدة دي أشوف مسقطها فين في الرأس وفي الأفقي، بحددها منين؟ بحددها من خلال البداية والنهاية بتاعة كل جزء، يعني مثلا عندي قاعدة أشوف بداية القاعدة ونهايتها وأطلع من الأفقي للرأسي، البداية مع البداية والنهاية مع النهاية، إذا ده جزء واحد. وبعدين ده كده كان في الأكبر ارتفاع في الأفقي، وبعدين أشوف الارتفاع اللي أقل منه، الارتفاع اللي أقل منه خدته في الأفقي، أشوف الارتفاع ده مسقطه فين في الرأسي، علشان أربط يبقى ده مسقط أفقي للجزء رقم 2 ومسقط رأسي للجزء رقم 2، وبعدين أجيب الجزء رقم 3 أحدد الجزء رقم 3 في الأفقي وامتداده فوق في الرأسي، يبقى عندي 1 وعندي 2 وعندي 3، معلمهم كويس وعارف إن ده اللي موجود في الأفقي وده اللي موجود في الرأسي، أعمل إيه بعد كده؟ بعد ما أخد المحاور بتاعتي أعمل زاوية 45 درجة، وبعدين أخد الارتفاع بتاع الجزء رقم 1 وكأن الجزء رقم 2 ورقم 3 مش موجودين، ارتفاعه في الأفقي وارتفاعه في الرأسي، أخد من هنا خطين وأخد امتداد الأفقي يخبط في الزاوية الـ 45 درجة فأطلع بيهم، يبقى خطين مع خطين أرسم المستطيل اللي في النص،
طالما انا ده الجزء رقم واحد اكيد انا شايفه لانه اكبر ارتفاع، اجيب الجزء رقم اتنين اجيب ارتفاعه في الافق بخطين واخبطهم في الزاوية 45 واطلع واخد امتداد او شكل الجزء رقم اتنين في المسقط الرأسي بدايته ونهايته واروح بيهم خطين يتقابلوا مع خطين يتقابلوا معايا وارسم مستطيل. طبعا لو جواه جزء مختفي انا مش شايفه يبقى الجزء المختفي ده انا هرسمه خطوط متقطعة، يبقى الخط الظاهر هيترسم بخطوط او الجزء الظاهر هيترسم بخطوط مستقيمة، انما الاجزاء المختفية هتترسم بخطوط متقطعة. طب ده جميل، يبقى انا دلوقتي هقدر اجيب المسقط التالت، ولو جيت اعمل عندي قطاع قطاع في الرأس يبقى هقطع في الافقي او في الجانبي، قطاع في الافقي يبقى هقطع في الرأس او الجانبي، قطاع في الجانبي هقطع في الرأس او في الايه او في الافقي. كده عرفنا ان انا هعمل مسقط وقطاع والاماكن المصمطة اللي هينزل منها رايش اللي هي مصمطة هرسم فيها خطوط تهشير، المفرغة مش هرسم فيها خطوط ايه تهشير. كده احنا خدنا المساقط والقطاعات ويتبقى لنا وسائل الربط اللي هي المسامير والصواميل. طب لو عايزين تعرفوا هنرسم وسائل الربط ازاي وايه هي القوانين والقواعد اللي بتحكمني علشان ارسمها يبقى لازم تنتظروني للحلقة القادمة. الى ان اراكم على خير باذن الله، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.